هو في الواقع هذا التصويت بالامتناع جاء بناء على تفكير عميق ودراسة على مستوى الفريق صباحة هذا اليوم. وقفنا عند واحد المسألة أساسية، هو كون سي وزير الأمين العام للحركة الشعبية عمل في المكتب خلال هذه السنتين ونصف جانب سي الطلبي. احنا ما عندناش مرشح، ثم بقينا تنفكروا من موقعنا في المعارضة، واستقر الرأي على التصويت بالامتناع. شنو هو المعنى نتاع التصويت بالامتناع؟ هو في الواقع تصويت سياسي ليس إلا، فنعتبر على أن المكتب ديال مجلس النواب خلال هذا الفترة الأولى عمل بشكل جيد، وما يمكنش ما عندناش مؤاخذات عليه، هذا مهم. وتنتمناو باش إن شاء الله نفس الوتيرة ونفس العمل يستمر خلال ما تبقى من الولاية. إذن هذا ما يفسر التصويت ديالنا بالامتناع. لابد أن نقف في هذه المناسبة عند موضوع المعارضة. نحن لا نعارض بعضنا البعض في البرلمان، المعارضة راه ما بين القوى البرلمانية الغير ممثلة في الحكومة. إذن نحن نراقب عمل الحكومة، نتتبع عمل الحكومة، نتقدم بقوة اقتراحية في المقترحات وإلى غير ذلك، ولكن تبقى العمل على مستوى المجلس. أغلبية المعارضة هي تمركز أساسا على نقل هموم المواطنين الحكومة. إن شاء الله بالنسبة للفريق الحركي اللي مؤكد هو أن الوتيرة غتزيد مازال ترتفع، مع العلم أننا راضيين كفريق على العمل اللي قمنا به لحد الآن. غنرفعوا الوتيرة أكثر باش يكون تشريع أقوى. غنرفعوا كذلك الوتيرة باش تكون لقاءات أيام دراسية، ولما لا طبعا اللجوء لبعض الآليات الحكمة يعني يقتضي الحال. شكرا.